أهلا بكم مشاهدي الكرام إلى حلقة هذا الأسبوع في برنامج أجندة الساعة. في أجندة هذا اليوم نناقش الجدل الدائر بين مؤيدي ومخالفي اتفاق سلام جوبا الموقع بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح. أرحب بضيفي داخل الأستوديو الأستاذ محمد آدم محمد جمعة أوباما القيادي بحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور. مرحبا أستاذ. مرحبا بكم ومرحبا بقناة الشروق والتحية عبركم لكل الشعب السوداني ومشكورين للاستضافة للتوضيح للرأي العام وللشعب السوداني مآلات والرؤية حول اتفاقية جوبا. نعم. أيضا أرحب بالدكتور جمعة كوندا مستشار رئيس الوزراء لشؤون السلام. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا بك وعبرك أرحب عبر قناة الشروق أرحب ب المشاهدين والشعب السوداني أجمعين أينما وجودوا داخل وخارج السودان. نعم. إذن أهلا بكم متابعية من خلال حلقة اليوم في أجندة الساعة. نتوقف لمتابعة هذا التقرير ونعود لنثير النقاط والقضايا محور حديثنا لهذا اليوم. تابعونا وكونوا معنا. ما يزال اتفاق جوبا الذي وقع مطلع سبتمبر الجاري بعد مفاوضات استمرت زهاء العام يثير نقاط جدل ونقاش مستفيض في الأوساط السياسية والإعلامية بين مؤيد وناقد وسط تساؤلات عديدة حول مدى قدرته على تحقيق السلام العادل والشامل في البلاد. مناصرو الاتفاق يرون أنه أوجد حلولا ناجعة لقضايا تقسيم السلطة والثروة وكيفية حكم الأقاليم المختلفة لا سيما تلك التي شهدت نزاعات متطاولة في كردفان ودارفور والنيل الأزرق إضافة لقضايا العدالة والمحاسبة والمصالحات القبلية والعدالة الانتقالية. عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية إضافة لمخاطبة المشكلات التقليدية حول الموارد بين المزارعين والرحل. البعض يرى الاتفاق ناقصا ولم يخاطب جذور الأزمة المتعلقة بكيفية حكم البلاد وإعادة هيكلة الدولة السودانية على أسس أكثر عدالة وتطرح قضايا العلمانية وحق تقرير المصير وغيرها كمدخل أساسي لإحداث اختراق في ملف السلام. فيما وجه البعض انتقادات قاسية للاتفاق واعتبروه مجرد محاولة للمحاصصة بين الحكومة والحركات المسلحة. صعوبات عملية أخرى ربما تواجه تنفيذ الاتفاق تتعلق بكيفية فتح الوثيقة الدستورية وتعديلها بموجب الاتفاق، كيفية تمويل الاتفاق وعدم وجود الضامنين دوليين له حتى الآن، إضافة لتحديات تنفيذ البنود نفسها وكيفية الاتفاق بين اللجان الفنية على المصفوفات والجداول الزمنية الواجبة الالتزام بها على طريق التنفيذ. ويتوقع يتم توقيع الاتفاق النهائي على وثيقة سلام جوبا في الخرطوم وذلك في مطلع أكتوبر المقبل، بينما تستمر المشاورات الحكومية لا سيما على مستوى مجلس الوزراء مع الحركات غير الموقعة على اتفاق جوبا من أجل اللحاق بعملية السلام. بكم من جديد متابعي في حلقة اليوم من أجندة الساعة. أرحب من جديد بضيفي داخل الأستوديو وأبدأ مع الدكتور جمعة كوندا مستشار رئيس الوزراء لشؤون السلام. دكتور، بتقديرك يعني ما الذي حققه من مكاسب هذا الاتفاق الذي وقع بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح في اليوم؟ شكرا جزيلا. وفي البداية لابد أن أؤكد على مسألة أساسية وهامة، وهي أن واحدة من الشعارات التي رفعها الثورة، شعار الثورة المعروفة سلام حرية وعدالة، مسألة السلام ظلت قضية، عملية الحرب والسلام ظلت قضية غير محسومة منذ استقلال السودان حتى هذه اللحظة. ولذلك حينما ثار الشعب السوداني ضد النظام البائد كانت التغيير تغييرا مشتركا ساهم فيها فعاليات المجتمع السوداني وتنظيماتها المختلفة بما فيها حركات النضال المسلح، ساهم المساهمات كبيرة ومعلومة في فترات طويلة جدا. ثم أتت الثورة الشعبية السلمية لتكمل الحلقة، حلقة النضال، وبالتالي هذه الثورة جاءت نتيجة للنضال المسلح زائد النضال السلمي. الذي حدث أن الشق السلمي هو الذي وصل للسلطة لأسباب منطقية ومعروفة للجميع،
وبالتالي أصبحت شعار السلام. شعار السلام هو أجندة الحكومة الانتقالية حسب مطالب الشارع. مطالب الشارع كان إنه بعد ما حققنا الحرية وأصبحنا نعيشها واقعا موجودا بيننا الآن، أصبح المطالب الشعبية والضاغطة هو عملية السلام، وبالتالي أصبحت السلام عملية أجندة. نعم. طيب السؤال هو، الواقع يقول إنه الحركات النضال المسلحة ليست كتلة واحدة، إنما عبارة عن حركات نضال مسلحة تشترك في كثير من القضايا وتختلف في طريقة ومنهجية كيفية الوصول لمشكلة المشكلة السودانية، وهذا شيء طبيعي جدا. فلذلك حينما بدأت الحكومة في إيلاء موضوع السلام قضية، كان لابد أن تتعامل مع هذا المنطق وهذا الواقع، واقع وجود حركات نضال مسلحة مختلفة. الكل متفق على أنه نحتاج إلى سلام في السودان، سلام شامل. وكلمة شامل هنا معناها أنها يجب أن تنخرط كل حركات النضال المسلحة في عملية السلام، هذه واحدة. الشاملة أيضا تعني أنه يتم مناقشة كل جذور المشكلة السودانية منذ استقلال السودان حتى هذه اللحظة. وهذا يعني أنه اتفاق جوبا الذي تم يعني قد ناقشت حقيقة، ناقشت كل القضايا المتعلقة بالحرب والسلام في السودان، مدى عمقها ومدى سطحيتها ومدى جديتها. هذه مثلا ممكن أن يختلف فيها المحللين ويختلف فيها المحللين والناقدين والرافضين والمؤيدين، يختلف الناس حولها. ولكن الذي لا يختلف الناس حولها، إذا أردنا أن نتكلم عن سلام شامل، يجب أن يكون الكل في هذه العملية. وما تم في جوبا هي مرحلة أولى، مرحلة هامة جدا، لكنها بالقطع لا يمكن أن نسميها هذه هي نهاية المطاف، لأن أنت تعلم هنالك حركات أساسية ما زالت في مرحلة، إما مرحلة التفاوض أو مرحلة الاتصالات. فلذلك أنا أقول إنه اتفاقية جوبا حققت مرحلة هامة جدا في عملية السلام الشامل، ونطوق الآن للانتقال إلى المرحلة الثانية، وبالتالي في لحظات هنتكلم عن السلام الشامل. نعم. طيب ضيفي القيادي في حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور محمد آدم جمعة أوباما، يتحدث الدكتور عن يعني مخاطبة هذه الاتفاقية لجذور المشكلة السودانية. هل أنتم في الحركة أو حركة في حركتكم حركة عبد الواحد محمد نور أو حركة تحرير السودان، من وجهة نظركم هل ترون بأن هذا الاتفاق وما توصل إليه المتفاوضون في جوبا بالفعل ناقش هذه القضية وحدد جذور المشكلة السودانية وخاطبها بشكل جدي؟ طيب تحية مجددا، وتحية عبرك للسادة المشاهدين ولكل الشعب السوداني. رؤيتنا نحن في بداية ثورة ديسمبر ثورة عظيمة، لكن بنرى بأنه في فترة الثورة تم عمل عظيم جدا من الشعب السوداني بمختلف مكوناته الاجتماعية والسياسية. في مرحلة من المراحل من مراحل الثورة، الشعب السوداني وصل لقناعة بأنه محتاج لحكم مدني بالكامل. الفترة اللي صاحبت المسألة بتاعت عملية الثورة وفترة ما بعد الاعتصام، ظهرت قوة سياسية أو حواضن سياسية بشكلية معينة اختطفت الثورة بوضعية مختلفة تماما. وكان رؤية حركة جيش تحرير السودان بأنه يا أخي الفترة الانتقالية محتاجة لعمل مدني حقيقي، ومحتاجه لاراده سياسيه لتغيير حقيقي. استاذ محمد، يعني محمد عفوا للمقاطعه، ولكن ماذا تعني باختطاف اختطاف الثوره؟ نحن بننظر لانه الحاضنه السياسيه للحكومه بتاعت الفتره الانتقاليه بتاعت الدكتور حمدوك، بان هي الحاضنه السياسيه هي نفس الحاضنه اللي كانت عندها التجارب السالبه في اداره الدوله السودانيه. طيب عمليا في مساله بتاعت منهجيه واعتراضنا على منبر جوبا، اول حاجه المنهجيه بتاعت التفاوض اللي اتخذتها الحكومة الانتقالية هي نفس المنهجية بتاعت الاتفاقيات السابقة، اللي هي أكثر من 46 اتفاقية أخذت المنهجية بتاعت إنه مشاكل الدولة السودانية مفترض تحل كمشاكل الدولة السودانية. ولكن ما تم هو تقسيم لمشاكل الدولة السودانية باعتبار إنه ناس دارفور يفاوضوا باسم دارفور، وناس شرق السودان يفاوضوا باسم شرق السودان، وناس جبال النوبة يفاوضوا. تقسيم المسارات دي هي سبب أزمة. طيب مثال على ما ذلك، اتفاقية نيفاشا واتفاقية أبوجا واتفاقية الدوحة، هي كانت نفس النمطية بتاعت الاتفاقية الموجودة حاليا، اللي هي المسألة بتاعت اتفاقية أبوجا كانت بنفس الوضعية بتاعت الاتفاق على تسوية سياسية لإقليم دارفور. ولكن مشكلة دارفور هي مشكلة
جزء من مشاكل السودان وليس هي مشكلة السودان لوحده. مشاكل السودان مفترض تحل في طاولة واحدة يشارك فيها كل الشعب السوداني، ما هي مربوطة ما بين معارضة وما مربوطة ما بين حكومة موجودة، لأنه الحكومة الموجودة نحن عندنا على تحفظات كبيرة جدا، وعندنا رؤية فيها بعدم اعترافيتها باعتبار إنها هي الحكومة اللي جات من الحاضنة السياسية بتاع حرية وتغيير، ونظرتنا كانت للوضعية بتاع تشكيل حكومة انتقالية كانت هي شخصيات مستغلة مشهود لها بمناهضة النظام السابق والأنظمة الدكتاتورية. لكن ما حصل في منبر جوبا تم تقسيمه على أساس محاصصات حزبية، وكانت هي وسيلة من الوسائل بتاعة الكذب السياسي، وسيلة من وسائل الوصول للسلطة. ولكن بنقول إنه نحن البندقية ما هي الوسيلة لإنك إنت تستلم بها سلطة، ولكن البندقية بتوصلك لمرحلة إنك إنت طالب وتنتزع حقوقك. طيب، حقوق الشعب السوداني. نعم، سأعود لرؤيتكم تحديدا في هذه النقطة، ولكن يعني دكتور جمعة كوندا مستشار رئيس الوزراء لشؤون السلام، هناك من يتحدث عن يعني فكرة هذه المسارات، يعني هي فكرة أملت الضرورة وأملت قضايا المناطق المختلفة، يعني قضايا شرق السودان تختلف عن قضايا مثلا جبال النوبة أو مناطق دارفور. برأيك يعني هل حققت يعني فكرة المسارات ما كنتم تودون مثلا الوصول إليه من خلال استخدامها كوسيلة للتفاوض؟ شكرا جزيلا، السؤال ده مهم جدا. أولا لابد نأكد على بعض الحقائق. المسارات كمنهج للتفاوض لم يكن أصلا هي من صنع الحكومة، وليست كانت من ضمن خيارات الحكومة أصلا ابتداء. الذي حدث أنه حينما بدأت الحكومة تفكر في عملية التفاوض تم وضع منهجية أجيزت داخل مجلس الوزراء، وهذه المنهجية قائمة على قضايا issues وليست مسارات، قضايا. هذا هو منهج الحكومة وتم مناقشته وإجازته. حينما نتكلم عن قضايا نتكلم عن مثلا قضية الحكم والإدارة، قضية السلطة، قضية الموارد الطبيعية، قسمة الموارد ما بين المستويات الحكم المختلفة، موضوع التنمية الغير متوازنة، يعني قضايا. هذه قضايا النازحين، قضايا النزاعات حول الأراضي، هذه هي قضايا، وهذه قضايا تشترك فيها معظم أقاليم السودان. إذن من أين أتت هذه الردة واللجوء لنظام المسار؟ وهذا هو المنهج المثالي. هذا هو المنهج المثالي. ولكن يجب أن تعلم على أنه حينما ذهبت الحكومة للمفاوضات لأول مرة طبعا في التاريخ، أن الحكومة لم تواجه حركة نضالية واحدة، هي واجهت عدد من حركات النضال المسلح بما فيه الذي تم التوقيع فيه اتفاقية في جوبا، والذي لم يتم التوقيع حتى هذه اللحظة. هذه الحركات عشان نحن نمشي في المنهج اللي ذكره الأخ في أنه يعني يناقش قضايا السودان كلها خارج المسارات، ده كان يقتضي أنه حركات النضال المسلح كلها تكون في طاولة واضحة في مواجهة الحكومة، وهذا الذي لم يحدث. طيب، الحكومة عليها مسؤولية أن تأتي بالسلام، وبالتالي مسألة المسارات هي واحدة من الوقاية التي فرضتها تعدد حركات النضال المسلح، والحكومة لا تستطيع أن تفرض على هذه الحركات أن تأتي إليها في طاولة واحدة، لأنه هذه حقها، وإنها تحتفظ بكينونتها وتطرح طريقة معالجة مشكلة الحرب والسلام في السودان بالطريقة التي تراها. وبالتالي مسألة المسارات خلقها منطق الواقع الموجود لتعدد حركات النضال المسلح المختلفة بما فيها التي لم توقع حتى هذه اللحظة. فلذلك ذهبت الحكومة لهذا الاتجاه. ولكن أريد أن أعطي مثال واحد، القضايا القومية فرضت منطقها أيضا، يعني مثلا الجبهة الثورية بتحالفاتها المختلفة حينما جاءت عملية القضايا القومية، لما نتكلم عن القضايا القومية بنتكلم عن نظام الحكم، بنتكلم عن الأراضي، بنتكلم عن قسمة السلطة بين الولايات، قسمة الثروة وهكذا. حينما جاءت في هذه القضايا قدمت طرح موحد للحكومة، لأن هي قضايا قومية بالإضافة لموضوع المسارات، وهي مسارات تناقش الخصوصيات لكل إقاليم. السودان كله عنده قضايا مشتركة، ولكن كل واحد من الأقاليم عندها قضاياها الخاصة. يعني مثلا دارفور، الحرب الطويل وطبيعة الحرب نفسها اللي حصلت في دارفور ليست هي نفس الطبيعة بتاع الحروبات التي حدثت في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق. النزاع المسلح في شرق السودان أيضا كان محدود، وآثارها ليست هي نفس الآثار التي حدثت. فبالتالي مع وجود المشتركات
والهند علاقة بالمركز، حكومة المركز. مع وجود هذا هنالك، خاصة حين نتحدث عن الآثار، آثار الحرب والسلام مختلفة من إقليم إلى إقليم آخر، وبالتالي كان لابد أن يتم مناقشة هذه القضايا في مسارات، وهذا هو الذي حدث بالضبط في جوبا. تم مناقشة قضايا دارفور الخاصة بدارفور فقط، اللي هو خصوصيات دارفور، مناقشة في مسار دارفور. تم مناقشة قضايا المنطقتين في مسار المنطقتين، تم وهكذا شرق السودان، ولكن في النهاية تم مناقشة القضايا القومية كوثيقة واحدة. يعني حتى أنت عندك اتفاقيات الآن في 5 مسارات، وهذه المسارات هي جغرافية، لأنه نتكلم عن دارفور نتكلم عن إقليم وهي وحدة جغرافية، نتكلم عن المنطقتين دي جغرافيات، لكن هنالك أيضا اتفاقية أخرى تسمى القضايا القومية. القضايا القومية وهي القضايا التي أجمع عليها كل الحركات التي فاوضت الحكومة في جوبا في أنها تناقشها في طاولة واحدة هم كمجموعة مقابل الحكومة. النقطة الأخيرة فيها في أنه هذا المنهجية الذين يقولون أن فيها عيوب، أنا أتفق والحكومة تعرف أيضا ذلك، ولكن الحكومة تريد أن تصل إلى السلام كواحدة من المطالب الشعبية فيها بالطريقة التي تصلها، وبالتالي قصة المنهج إنه خاطئ ولا ما خاطئ، أنا أتفق إنه فيه مشاكل، يعني فيه تحديات ومشاكل في عملية التفاوض، وحتى لما نحن نجي في عملية الاتفاقية وده كله معلوم، ولكن إذا كان هنالك إرادة سياسية وهنالك شراكة حقيقية، كل هذه المشاكل التي نتجت نتيجة للمسارات نستطيع إنه نحن نتجاوزها واحدا تلو الأخرى، لأنه هنالك إصرار وإرادة قوية من كل الأطراف. نعم دكتور، يعني هناك من يرى بأن الحكومة كانت يعني لينة ومتساهلة لأبعد الحدود مع هذه الحركات، كانت الحكومة تجي أو تحضر برؤية ترفض من قبل الحركات، تزعن الحكومة لرؤية الحركات، وبالتالي هذا ما أنتج وما أدى إلى يعني هذا الشكل من المحاصصة يعني أو التسوية السياسية كما يقول ضيفي. هل بالفعل هذا ما حدث؟ ابدا ابدا، هذا لم يكن ما يحدث. اولا حاجه برضو يعني الكلام حول انه الاتفاقيه دي هي محاصصه، انا اعتقد لانه صراحه نحن نحتاج نقرا الاتفاقيه كلها. يعني مثلا المحاصصه في ماذا؟ اذا نتكلم عن المحاصصه في توزيع المناصب اللي هو ده تحت البند بتاعه السلطه، بند السلطه الاتفاقية ده لا تقريبا حوالي حس ان احنا ماشيين لسنة مما بدأت الاتفاقية المفاوضات. البند بتاعت السلطة لم يستغرق اكثر من شهر او شهرين. لماذا برأيك؟ لما اريد ان اقول انه يعني نحن صرفنا اقل من 25% من زمن المفاوضات فيما يسمونه الناس او ما يسموه المنتقدين محاصصة. طيب ماذا كان يفعل المفاوضين من الأطراف المختلفة في بقية الزمن؟ كانت هنالك قضايا غير المحاصصة، قضايا كبيرة جدا أخذت الزمن الأكبر، وبالتالي الكلام على إنه الاتفاقية عبارة عن كتلة بذات محاصصة، الكلام ده حقيقة فيه تفخيم للمسألة. حتى الاتفاقية التي ستأتي، حتتكلم أيضا عن السلطة، أنا كأستاذ بتاعة السلام وفض النزاعات في منهجية معروفة وبتدرس وتم تطبيقها تسمى منهج قسمة السلطة اللي هو Power Based Approach. ده ما المنهج اللي احنا طبقناه في جوبا، لأنه منهج السلطة بتقوم على أساس إنه الطرفين بيقعدوا بيوزعوا المناصب بيقوموا بيمشوا. ده بيسموه المحاصصة بالمعنى العلمي. المحاصصة معناه شنو؟ الأطراف المتفاوضة يجي يقعدوا، الموضوع بتاعتهم الأساسي توزيع المناصب وإدخال الحركة المفاوضة في المناصب، ده يسمى اتفاقية مناصب. لكن لما يكون الاتفاقية بتاعت المناصب تشكل 10% من أجندة التفاوض، بينما هنالك 90% من الزمن قضاه في موضوعات مختلفة لا يمكن أن تسميها محاصصة، وبالتالي التسمية الصحيحة هو قسمة السلطة من قبل الذين فاوضوا مع الحكومة، وده طبعا شيء طبيعي جدا. هذه واحدة. الشيء الثاني انه يعني الذي حدث في جوبا، ايضا انه الحديث حول يعني
قضية يعني مثلا دي قضية الثروة، الثروة قضية الثروة أو نظام الحكم. نظام الحكم بيتكلم عن نظام فيدرالي، نظام فيدرالي ده ما عنده علاقة بالمحاصصة، لأنه الأحزاب الأطراف الموقعة ما هتستفيد من هذا المنهج بتاع الحكم. المنهج بتاع الحكم ده بيستفيد منه المجتمع السوداني وأقاليم السودان المختلفة. ناخد قضية مثلا قسمة الثروة، الثروة ليس بين الحكومة وحركات الذي وقعت على الاتفاقية إطلاقا، الثروة هو بين إقليم مثلا دارفور. الاتفاقية تكلمت عن أنه دارفور ستتمتع ب40% من دخلها، من دخلها القومي في دارفور، هتاخد منها إذا اعتبرناها 100% هتاخد 40% وتورد للمركز 60% لمدة 10 سنوات. هذه الموارد لن تسحب للتنظيم الذي وقع الاتفاقية، هو حيسحب لمؤسسات الدولة ويسحب في شكل خدمات وتنمية وصحة وتعليم، وليس للحزب الموقع أي سيطرة على هذه المسألة، وبالتالي ما عنده علاقة بالمحاصصة. أنا أريد أن أقول إنه الاتفاقية يمكن الناس يختلفوا في مدى عمق معالجة جذور المشكلة، لأنه هذه مسألة ظاهرة اجتماعية. في الظواهر الاجتماعية ليس هنالك أسئلة نموذجية، نحن لا نتكلم عن رياضيات 1+1=2. ممكن يجي حزب آخر يقول لا الولايات تأخذ 50% والمركز يأخذ 50%، لكن هذا لا يعني أنه الذي انتهى باتفاقية ب40 مقابل 60 هذا لا يعني هذا خطأ. دي مسألة اجتماعية بتحكمها دايناميكس أو دايناميكيات أو حراك محدد وعلاقة القوى وقوة المفاوض وهكذا، وبتنتهي لاتفاقية ما، وبالتالي ما انتهينا إليه في جوبا لا نستطيع أن نسميها اتفاقية محاصصة بأي حال من الأحوال، ولكن نستطيع أن نقول أن دي اتفاقية تعتبر بالنسبة لنا كحكومة بنعتبرها مرحلة مهمة جدا في عملية السلام الشامل. نعم. طيب أستاذ محمد آدم، كيف يقول يعني لاحظ يعني ليست هناك أي محاصصة بقدر ما يعني لم تنفذ أو لم تخاطب جذور الأزمة، ولكن في النهاية هدف الحكومة هو الوصول لسلام دائم بأكثر الطرق. أنت تحدثت عن أن الذي يحدث أو الذي حدث في هذا الاتفاق هو عبارة عن تسوية سياسية تماما بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، كيف تم ذلك؟ طيب الدكتور صغر بأنه يا أخي تم تحديد نسب معينة لإقليم دارفور من الموارد بتاعت الإقليم اللي هي نسبة 40%. طيب وفي نفس اللحظة ذكر بأنه أقروا النظام الفيدرالي، النظام الفيدرالي عنده شروط على أساس أنك تطبقه على أرض الواقع، اللي هي بتقوم تحدد نسبة معينة اللي هي بتمشي للحكومة الاتحادية. طيب هنا ما تم إعداد إحصاء سكاني دقيق عشان يحددوا نسبة الإقليم للحكومة القومية كم، دي حاجة. الحاجة الثانية، هل النظام الفيدرالي بيقول بأنه يتم إعطاء الإقليم 40% و60% للحكومة القومية؟ ده ما النظام الفيدرالي. طيب النقطة الثانية ذكرها بأنه تقسيم المسألة بتاعت السلطة. طيب كونك أنك أنت في الاتفاقية تقر بأنه حركات الكفاح المسلح في مسار دارفور نسبتها إكس من النسب في مسألة السلطة، ده أنحب النسبة لنا محاصصة سياسية، لأنه إعطاء نسبة معينة إذا كان عدد بتاع وزارات أو إذا كان عدد بتاع ولاة في الولايات. الإشكالية في الدولة السودانية ما إشكالية إنه النسب بتاعت منو اللي بيشارك في السلطة إذا كان 20% أو 40%، المشكلة الحقيقية منو اللي بيشارك دي ما موضوع، الموضوع إنه المسألة بتاعت إشكالية كيفية إدارة الدولة السودانية ما إقليم دارفور ولا شرق السودان، كل الدولة السودانية بولاياتها وبأقاليمها المختلفة كيفية الإدارة بتاعتها. الاتفاقية اتحدثت في مجملة عن كيفية توزيع السلطة والثروة، مثال على المسألة بتاعت المحاصصة اللي هي المسألة بتاعت مسار جنوب كردفان والنيل الأزرق. طيب في المسألة بتاعت أسي حاليا يتوقع المسار بتاع جنوب كردفان مع الحركة الشعبية مالك عقار. طيب وحاليا في اتفاق بتاع مبادئ مع الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو. طيب اذا وصل الحكومه وصلت لاتفاق مع عبد العزيز الحلو، طيب وفي نص اللحظه وصلت لاتفاق مع مالك عقار وهي براكتيكال وصلت معه، طيب في المرحله دي منو الاتفاقيه بتكون واجبه النفاذ في المساله بتاعت جنوب كردفان؟ طيب وهل مالك عقار حيطبق الاتفاقيه بتاعته بنص النصوص وبنفس البنود على جنوب كردفان والنيل الازرق؟
وهل عنده الإمكانية بتطبيق الاتفاقية؟ طيب بنفس الوضعية عبد العزيز الحلو إذا وصل مع الحكومة في المسألة بتاعت نقاط مختلفة مع الحكومة في مسألة المسائل بتاع جنوب كردفان والنيل الأزرق بوضعيات مختلفة، طيب وجه المحاصصة الثانية في مسألة بتاعت تحديد النسب، تحديد نسبة من الدخل القومي للولاية بعينه، وفي نص اللحظة ده ما يخالف النظام الفيدرالي اللي تكلم عنه الدكتور. الشيء الثاني مسألة تحديد النسب في مسألة السلطة، لأنه الموضوع هو مسألة بتاعت كيفية إدارة، ما حجم الإدارة بأنكم تشاركوا بنسبة 30% أو تشاركوا بنسبة 40%، هي كيفية الإدارة. نحن بنتكلم عن أنه كيفية إدارة الدولة السودانية بمجمل مشاكلها. في نص اللحظة تقسيم القضايا تاريخيا ده نظام انتهجه النظام البيض المطور الوطني، وكانت عبارة عن طرديات وكانت عبارة عن كذب إعلامي ما أكثر. مثال على الكلام ده نفس الإشكالية ونفس الوضعية ونفس المسارات حصلت حاليا في المسألة بتاعت اتفاقية جوبا، اتقسمت الموضوع على تقسيم بتاع مسارات. الدكتور أقر بأنه النظام ده خطأ. طيب هل الشعب السوداني، هل الشعب السوداني هو بيصل لمرحلة بتاعت انه يجربوا معه الموضوع ده خطأ؟ طيب اذا في رؤية مختلفة، اذا في رؤية مختلفة للمسألة بتاعت التعديل، هل بقية الرفاق في الكفاح المسلح حيرضوا بانه يتم تغيير المسار، يتم تغيير انه النمطية بتاعت الاتفاقية تكون في مجمل القضايا؟ طيب دي حاجة. الحاجة الثانية الخطأ، اذا الحكومة قررت به انه هو خطأ، طيب لماذا لم تداركوا ما قبل توقيع الاتفاقية، ما قبل الخوض في تفاصيل والأجندة بتاعت إذا كانت قسمة الثروة أو قسمة السلطة أو الترتيبات الأمنية أو بقية الملفات الثانية؟ دي كلها نقاط محتاجة لإجابات، وفي إقرار ضمني من 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 الحكومة بأن الاتفاقية دي ذاتها محتاجة لتعديلات في وضعية معينة اللي هي المسألة بتاعت منهج التفاوض. منهج التفاوض باعتبار إنه القضية بتاعت الدولة السودانية ومشاكل الدولة السودانية هي مشاكل واحدة مترابطة مع بعض، يعني إشكالية جنوب كردفان وإشكالية دارفور وإشكالية شرق السودان وإشكالية وسط السودان هي إشكالية واحدة، هي إشكالية بتاعت كيفية إدارة البلد، ما كيفية إدارة إقليم دارفور باعتبار إنه فيه مسألة بتاعت نزاعات مسلحة، وما الإشكالية بتاعت شرق السودان باعتبار إنه خصوصيته مختلفة، ولا في وسط السودان باعتبار إنه خصوصيته. لا، نحن بنتكلم عن كيفية إدارة الدولة السودانية وحلحلة القضايا دي. إذا أنت جيت تقسمه باعتبار إنه دي جنوب كردفان وضعيتها مختلفة ودي دارفور وضعيتها مختلفة، دي كلها قضايا قومية مفترض تتحل في مسار واحد. عشان كده نحن رؤيتنا بنقول انه يا اخي وجه المحاصصة في المسألة بتاع تقسيم السلطة، وجه بتاع تقسيم الثروة، تحديد نسب معينة في مسألة التقسيم بتاع مشاكل السودان لمشاكل ديش مشاكل الشرك، ودي نحن بنقول دي مشاكل الدولة السودانية، ما بنقول دي مشاكل بتاعت اقليم دارفور، ولا بنقول دي مشاكل بتاعت شرق السودان، ولا بنقول دي مشاكل بتاعت، بنقول دي مشاكل الدوله السودانيه مفترض تتحل كحزمه واحده. نعم. طيب دكتور، يعني هل يمكن ان تحل هذه القضايا كما يتحدث يعني ضيفي باعتبار ان هذه القضايا هي قضيه واحده والحركات المسلحه هي يعني حركات متفرقه، كيف يمكن يعني حل هذا الاشكال؟ وطبعا ده سؤال المفروض يطرح مش للحكومة، السؤال ده ما بيطرح للحكومة، السؤال ده بيطرح للحركات، لأن أصلا الحركات لو هي ظهرت ككتلة واحدة في مواجهة الحكومة، المنهج اللي بيتكلم فيه الأخ هو بيشتغل. أنا ذكرت في البداية بأنه هذا المنهج الذي انتهينا فيها ليس كان هو خيار الحكومة، وأنا ما قلت أنه هذا المنهج خطأ، أنا قلت ليس هذا هو المنهج المثالي، المثال والأمثل، ووضحت أنه كيف خطط الحكومة لعملية وبالمناسبة أنا كنت أصلاً الشخص الأساسي الذي وضع ورقة السلام منذ أن بدأنا في وضع الاستراتيجيات البديلة بعد سقوط الحكومة مباشرة. الشخص الذي تولى بكتابة الورقة اللي فيها الرؤية في عملية السلام في ذلك بتكليف من قوى إلى الحرية والتغيير كان هو الشخص، وهذه الورقة موجودة ثم تم تطويرها وتسليمها للحكومة تكون هي زي مؤشر أو ورقة تأشيرية تساعد الحكومة في وضع المنهج، وهذه الورقة موجودة من ضمن السياسات البديلة. هذه نظرية. المنطق حاجة آخر، أنت بتفاوض حركات نضال مسلح، ده واقع جديد بيفرض الحركات النضال المسلح والحكومة عين على عملية السلام، وبالتالي هي قبلت بهذا الواقع لأنه همها الأساسي.
اختلفت المناهج، اختلفت الطرق، هي هدها النهاية إن هي عايز تحقق سلام شامل ومستدام. ولغاية اللحظة دي أنا بقول إنه النقد الموجه للاتفاقية بتاع جوبا أنا أعتقد ما موجه لها باعتبار إنها أصلا ما كانت تتيب، لأنه إذا في زول بفتكر على إنه توقيع اتفاقية وإنحاء حركة معينة تحمل السلاح أو تعارض الحكومة، إذا الناس بيفتكروا إنه هذا خطأ، أنا أفتكر إنه دم المقصود. المقصود إنه الناس بيتكلموا عن سلام شامل ودائم. السلام الشامل ودائم لا أتفق مع المتحدث بإنه يمكن أن تحققه في منبر واحد، لا، يمكن أن تحققه في عدة منابر، والتجارب العالمية موجودة. يعني أنت لا، يعني ليس هنالك نظرية واحدة تحقق بها السلام في أي بلد من البلاد. النظريات مختلفة والمناهج مختلفة، ويمكن يكون المنهج خاطئ وتنتهي باتفاقية صحيحة ويطبق، ويمكن أن تبدأ بمنهج سليم، يمكن أن تبدأ بمنهج سليم وتنتهي باتفاقية غير قابلة للتطبيق. يعني مثلا نحن لما جينا فوضنا في أديس أبابا مكان هو منبر واحد ومنهج واحد، يعني ما كان في مسارات، الاتفاقية ما طبقت. صحيح ممكن بعدين نقول إنه لأنه ما عالجت الجذور المشكلة، لكن المنهج الابروش ليس بالضرورة هو المقياس لنجاح الاتفاقية في التطبيق أو من عدمه، هذا ليس منهج. الصحيح إنه يتوفر أشياء معينة، المنهج يؤدي إلى اتفاقية قابلة للتطبيق، ده واحد. وده سؤال المفروض نسأله، هل اتفاقية جوبا قابلة للتطبيق؟ الإجابة قابلة للتطبيق. الشيء الثاني يجب أن تتوفر الإرادة السياسية، توفر الإرادة السياسية من الشركاء لمعالجة أي خلل ينتج خلل فني وخلل منهجي ينتج عن أثناء التفاوض لمعالجات أثناء التطبيق. وإذا توفرت الإرادة السياسية، وأنا أقول إنه الإرادة السياسية وحدها ليست كافية، لأنه الشعب السوداني الذي صنع الثورة هو الذي يضغط في عملية في اتجاه السلام. بمعنى تاني، لما نحن نجي نطبق الاتفاقية، الشعب السوداني هو الذي سيمتلك كل هذه الاتفاقيات، وهو الذي حيفرض واقع السلام على الأرض، وبالتالي ليس هنالك خيار للتراجع عن هذه الاتفاقيات. سنعود لهذه المعالجة مع الدكتور إن شاء الله بشيء من التفصيل، ولكن بعد هذا أهلا بكم من جديد في أجندة الساعة لهذا اليوم، برحب ضيفي داخل الاستوديو الدكتور جمعة كندة مستشار رئيس الوزراء لشؤون السلام، والأستاذ محمد آدم محمد جمعة أوباما القيادي بحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور. أستاذ محمد آدم، يعني أنتم كحركات مسلحة تحمل السلاح في أكاليم السودان المختلفة، يعني تفرقتم أيدي سبع وتعددت هذه الحركات، وتطالبون الحكومة بمنهج واحد وبإدارة تفاوض، وكأن هذه الحركات هي جسم واحد. كيف يمكن للحكومة أن تفاوض هذه الحركات المتفرقة، ويعني كل حركة تحمل أفكار وتحمل أجندة وتحمل أهداف وغايات مختلفة عن الحركات الأخرى؟ طيب، في مسألة التفاوض، هي حركة تحرير السودان ما طرحت مسألة التفاوض، حركة تحرير السودان طرحت مبادرة للسلام بحوار سوداني سوداني في الداخل، وعدت الشعب السوداني وقدمت المبادرة دي لأكثر من فترة، لكن اتأخرت المبادرة بسبب بتاع الظرف بتاع جائحة كورونا. نحن في منهجنا وفي رؤيتنا كحركة جيش تحرير السودان بنقول إنه في قضايا ما قابلة للتفاوض، هي في مشاكل بتاع الدولة السودانية مربوطة بحوار سوداني سوداني تشارك فيه كل مكونات الشعب السوداني، القوى السياسية والمؤسسة العسكرية، المؤسسة المجتمع المدني، كل أطياف السودان المجتمع السوداني تقعد في طاولة بتاعت حوار تناقش قضايا الدولة السودانية وتناقش مشاكل الدولة السودانية، شنو الأسباب اللي بتدعو للحرب، شنو الأسباب اللي بتدعو للتهميش، شنو الأسباب اللي بتدعو لأنه تصدير المشاكل من الخرطوم للولايات. دي الرؤية بتاعت حركة جيش تحرير السودان. نحن ما تكلمنا عن تفاوض، تكلمنا أنه بعد سقوط النظام نادينا بحكومة بتاعت كفاءات مستقلة ليس لديها أي انتماءات حزبية لتسيير الفترة الانتقالية. اتكلمنا عن انه طرحنا مبادرة للسلام في الداخل او مؤتمر للسلام، المؤتمر تشارك فيه كل مكونات الشعب السوداني. لكن مسألة التفاوض هي ما بين حكومة ومعارضة،
لكن الحاليا الحصل هي اذا قلنا حركات الكفاح المسلحه اللي وقعت اتفاقيه بتاعت جوبا هي جزء من الحاضنه السياسيه للحريه والتغيير. طيب والحريه والتغيير دي هي المكونه للحكومه بتاعت الفتره الانتقاليه، معناتها ده باعتبار حوار داخلي داخل المؤسسه بتاعت الحاضنه بتاعت القوى السياسيه اللي هي الحريه والتغيير. طيب اذا ده كله عباره عن انجاز لملف لتقديمه للشعب السوداني باعتبار انه ده من الملفات تم انجازها، لكن ده القرض منه، القرض منه اثاره الراي العام، لكن ما بيحل مشكله، ما بيحل مشكله لانه الحكومه لغايه الان في الملفات اللي تقدمت لها ما انجزت فيها ولا ملف. اللي اذا كانت المساله بتاعت العداله، اذا كانت المساله بتاعت السلام، اذا كانت المساله بتاعت التمكين، اذا كانت المساله بتاعت العلاقات الخارجيه، كل الملفات دي ظلت حديثه الادراج. طيب استاذ محمد ادم، يعني انت تتحدث عن يعني رؤيه شامله لمناقشه قضايا السودان يشارك فيها الجميع، يعني ما مدى تنزيل هذه الرؤيه الى ارض الواقع مع العلم بان يعني الكثير او البعض يتهم حركتكم بانها من الحركات المتعنته جدا ومن الحركات التي لا تستقر على راي ولا يمكن ان يصل معها المفاوض او الجميع لاتفاق. طيب ما يميز حركه تحرير السودان ان عندها مبدا، مبدانا وكذا تحركنا مع النظام السابق في الجولات التفاوضيه الاولى والثانيه والثالثه وصلنا لقناعه بانه نظام المؤتمر الوطني غير جاء في توقيع في تنفيذ اي اتفاقيه تم التوقيع معه، وفي نماذج كثيره على الكلام ده. طيب قلنا انه نحن نظام المؤتمر الوطني ما حنقعد معه في طاوله بتاع التفاوض، وسعينا بكل الوسائل لعمليه اسقاط النظام ونجحت بمضافره الشعب السوداني، وصلت للمساله بتاعت الثوره الشعبيه. طيب اما في المساله بتاعت التعنت، نحن قضايا الشعب السوداني ما قابله للتفاوض. قضايا الشعب السوداني عندنا فيها موقف بانه قضايا الشعب السوداني دي ما قابله للمزايده السياسيه ولا قابله لاي حراك سياسي. طيب بنقول ان احنا قضايا الشعب السوداني تحل كحزمه واحده وكقضيه واحده، ما تنفصل قضيه شرق السودان من شمال السودان، ما تنفصل قضيه جبال النوبه من قضيه وسط السودان، كل القضايا دي عباره عن قضايا واحده وقضايا تاريخيه ما مربوطه بالنظام بتاع المؤتمر الوطني فقط، لكن من 56 المجتمع السوداني والدولة السودانية عايشة في حالة بتاع الدوامة حقيقية من عدم بتاع استقرار سياسي وعدم بتاع إدارة حقيقية للدولة في نفس اللحظة، توجيه وجه الدولة إذا كان لنظام إسلامي أو لنظام عروبي أو لنظام إكس من الأنظمة، وفي نفس اللحظة نحن بنقول إنه القضايا دي مربطة حاجة واحدة، كيفية إدارة الدولة السودانية عشان المجتمع السوداني وعشان المواطن السوداني ينال حقوقه وفقا للدستور. طيب جديتنا في انه مصداقيتنا مع الشعب السوداني، وعدنا الشعب السوداني بانه نحن حنسعى بكل السبل بكل الوسائل لاسقاط نظام المؤتمر الوطني، ولكن نجحنا مع الشعب السوداني، نجحنا مع الشعب السوداني، وصلنا لمرحله انه تم اسقاط نظام المؤتمر الوطني، طرحنا مبادرة. كيف نجحتم مع الشعب السوداني؟ ما طيب. ما الدور الذي قدمتموه طيب. لنجاح هذه الثورة؟ حركة. من المعلوم أن المواطنون أو المواطنين العزل هم الذين يعني واجهوا تبعات هذه الثورة من تقتيل ومن تعذيب ومن حتى سقطت هذه الحكومة وجاءوا بهذا النصر، والحركات المسلحة تحمل السلاح وتفاوض في الخارج. حركة جيش تحرير السودان عند القطاع السياسي في الداخل شغال بواجهته السياسية. طيب الحراك اللي كان موجود من قبل حركة تحرير السودان، كنا أول ناس في وقود بالنسبة ما يتعلق بنظام المؤتمر الوطني في تشويه الثوار اللي هو تم مداهمة رفاقنا على مستوى الدروشاب باعتبار أنهم خلية إرهابية تطبع لإسرائيل، ده كان جزء من رفاق حركة جيش تحرير السودان. طيب في كل الحراكات قدمنا شهداء موجودين في الليست بتاعت الشهداء بتاعت ثورة ديسمبر، موجودين في كل الحراك وفي كل التجمعات وفي كل وسائل الضغط، إذا كانت في النقابات أو كانت في المؤسسات المدنية الثانية، في كل الواجهات بتاعت المجتمع السوداني حركة جيش تحرير السودان موجودة. القاب الحراك بتضافر مع الشعب السوداني وبمكونات المجتمع الأخرى، حركة جيش تحرير السودان كانت جزء من النضال الشعبي الموجود. في نفس اللحظة عندنا الوسيلة بتاعت الكفاح المسلح، لكن نحن وسائلنا متعددة. عندنا النظام الكفاح المسلح ده وسيلة فرضتها الظروف الجغرافية وفرضتها الظروف الزمانية بالنسبة للنظام السابق. عندنا الوسيلة بتاعت الثورة الشعبية ومضمنة في نظام حركة جيش تحرير السودان.
طيب بنفس الوسيله دي قلنا نحن نمشي مع الشعب السوداني. اختلافنا كان مع الجبهه الثوريه في مساله التفاوض مع نظام المطارده، لانه نحن وكد دعينا للمساله بتاعت تكوين الجبهه الثوريه بعد ما تكونت، اقرينا بانه ما يكون في تفاوض مع نظام المطارده. الجبهه الثوريه اقرت بانه تمشي تفاوض نظام المطارده. طلعنا من الجبهه الثوريه باعتبار انه ده مبدا بالنسبه لنا، مصداقيتنا مع الشعب السوداني. الشيء الثاني في مساله بتاعت مصداقيتنا مع الشعب السوداني في مساله مؤتمر السلام، احنا عندنا الرغبه وحاليا في اتم الاستعداد، لكن محتاجين من الحكومه السودانيه لابداء الجديه في مساله السلام. مساله الجديه اول حاجه عندنا المبادره، يتم طرحها يتم قبولها كويس. الضامن للمبادره دي والضامن لوجود رفاقنا على راسهم الاستاذ عبد الواحد محمد احمد النور، الضامن لسلامتهم الشعب السوداني. المساله الثانيه وقف القتل المستمر، اذا كان في شرق السودان، اذا كان في وسط السودان، اذا كان في اقليم دارفور، واذا كان في جنوب كردفان. لانه حاليا المؤدبه في كل يومين ثلاثه بيتم اقتيال جزء من ابناء الشعب السوداني. الشيء الثاني حاجه برضه من ضمن المطلوبات من الحكومه، نحن ما نقول شروط، بنقول مطلوبات من الحكومه. اول حاجه اطلاق كل صراحه الاسرى بمختلف المكونات، اذا كانوا من حركه جيش تحرير السودان او من الحركات في رفاقنا في الكفاح المسلح، واطلاق المعتقلين كويس، وتحديد مكان المختفين قصريا، لانه فتره ما بعض الاعتصام في عندنا رفاق وعندنا جزء من ابناء الشعب السوداني تم اختفاء لهم، مفقودين ما معروف فين، وتعلم اتجاهاتهم المؤسسه العسكريه والحكومه الانتقاليه الموجوده باعتبار ان دي حكومه الامر الواقع الموجود. طيب اذا دي الحكومه جاده في مساله السلام، في مساله تحقيق السلام بصورته سلام شامل ما يستثني اي زول، طوالي حاليا في المرحله دي نحن بنقول انه مبادرتنا جاهزه، في القريب العاجل حيتم طرحها من داخل السودان بحوار سوداني سوداني. بعد ذا الشعب السوداني يحدد كيفيه ادارته، كيفيه اداره الدوله السودانيه، ومنو اللي يحكم الدوله السودانيه، وشنو القانون اللي بيحدد كيفيه اداره الدوله السودانيه بوضع دستور دائم. نعم. باعتبار انه كل الحكومات تسحب ولكن يظل الدستور باقي. نعم. دكتور جمعه، يعني هذا الاتفاق اعطى حقوق واسعه في الحكم المحلي لمناطق النزاع فقط. يعني برايك اليس كان من الافضل ان يتم اعتماد هذا النظام الفيدرالي على مستوى كل القطر بدلا عن نعم. ده سؤال جيد، لانه اصلا نحن تكلمنا على انه من ضمن القضايا التي تم طرحها اثار الحرب. هي الحرب عندها اسباب، لكن الحرب برضو عندها اثار. فالاسباب هي الاسباب اللي هو الروت كوزز، الاسباب الجذور المشكله اللي ادت الى الحروبات، ثم الحروبات نفسها نتجت اثار. من ضمن هذه الاثار بانه انت عندك البنيه التحتيه اللي اصلا كانت ضعيفه، الفجوه ما بين الاقاليم السودان المختلفه والمناطق المتاثره بالحرب اصبحت فجوه اوسع في مجال الخدمات والتنميه والتعليم والصحه وخلافه. الاتفاقيه لما انا تحدثت عن 40% لدارفور لمده 10 سنوات، ده ما تقسيم بتاع ثروه، ده تحت بند التمييز الايجابي لازاله اثار الحرب، لازاله اثار الحرب بمعنى. وايضا الكلام حول التعداد السكاني وخلافه، هنالك معايير علميه تم استخدامها ولم يتم وضع نسب ثابته. لا، انت مثلا دارفور عشان تاخذ نصيبه من النظام الفيدرالي ما بتحدد يعني بنسبه، بتحدد بمعايير، من ضمن المعايير البعد الجغرافي، تعداد السكاني، ايا كان تعداد السكاني في لحظاتها، يعني مش مثلا انه تعداد السكاني حاليا، لا ما بقدر انه يكون حسا موجود، لا نقول التعداد السكاني واحد من المعايير، نقول البعد الجغرافي واحد من المعايير، نقول التنميه الغير متوازنه بمعايير الصحه والخدمات دي، يعني المساله دي محسومه بالتجارب الدوليه وهي موجوده. وبالتالي ال 40% فقط هو للتعبير عن انه هذه الولايه تاثرت بالحرب كثيرا، يجب انها تعطى في ميزه تفضيليه، كانما عايزين نقول على انه يجب ان تعطى سرعه لحاق اسرع، بحيث ان في فتره من الفترات الفجوه بينها وبين الاقاليم الاحسن نموا او الاكثر نموا يقل الفجوه، لانه ما حيكفي اصلا حيقل. وبالتالي
أنا أعتقد على إنه الاتفاقية في هذا الجانب من ناحية بتاعت يعني المعايير بتاعت الوضع الخيارات التنمية وتقسيم الخدمات والثروة، أنا أعتقد إنه المسألة دي يعني بعتبرها واحدة من أفضل الاتفاقيات ذكرناها بالاتفاقيات السابقة. ده واحد. اثنين، المسألة بتاعت النسب دي ذاتها ما ثابتة، هتتغير بمرور الزمن. أديك مثال، مثلا أنت لو عملت تعداد سكاني وبالمعايير اللي احنا قلناها هتصنف الأقاليم، هتقول الإقليم رقم واحد من حيث التنمية في الخدمات مثلا، مثلا في الصحة نمرة واحد ولاية الخرطوم، مثلا في مجال التعليم نمرة واحد ولاية الخرطوم، وتعمل جدول لغاية آخر ولاية، بتجي بتعمل بتطبق المعيار دي، بعد خمسة سنة بتجي تعمل أو بعد سنة بتجي تعمل مراجعة، هتلقى إنه ولاية الجزيرة تقدمت على ولاية الخرطوم، ولاية الخرطوم أخذت الولاية اللي كانت هي آخر ولاية ارتفعت بالميزة التفضيلية وأخذت الرقم قبل الأخير، والولاية قبل الأخير تعيد تطبيق المعيار ثم تطلع الوضع الجديد. هذا هو المعايير العلمية الذي تم إتباع في هذه الاتفاقية، وأنا أعتقد على أنه المسألة بتاعت أنه يعني الاتفاقية دي ما فيها غير الكلام حول المحافظة، أنا أعتقد أنه الكلام ده ما دقيق يعني. والحاجة الثانية يعني أنا عايز أقول أنه أنا في الحقيقة ما في الحلقة دي في أنه الحكومة مقابل الحركة الشعبية لتحرير السودان، لا، الحكومة مسؤولة من عملية السلام مع كل حركات النضال المسلح. وأنا يعني لابد أن أكرر أنه الكلام اللي هو ذكره حول دور الحركات النضال المسلح بما فيها الحركة تحرير السودان في عملية إزاحة النظام دور مشهود ودور مرصود ودور حتى في عملية الحراك الشعبي الداخلي دور مشهود، لكن طبعا دور الأكبر لحركات النظام المسلح هو منازعة النظام السابق عبر الميدان والنضال المسلح. ده كان شكل جزء من الأسباب التي أدت إنه الحكومة السابقة نفسها تصل إلى مرحلة الوهن مما سهل عملية الثورة الشعبية. وبالتالي دي مسألة موضوع. اللي عايز أقوله إنه في نهاية الأمر الحركة تحرير السودان بقيادة القائد عبد الواحد، الحكومة مستعدة في إنها تخش في عمل فوضات بالطريقة والمنهجية التي تختارها والمنبر الذي تختارها، يعني ليس هنالك أي حواجز. لسبب بسيط، رئيس الوزراء في أكثر من خطاب يقول إنه للسلام ليس هنالك سقف، ليس هنالك خطوط حمراء. الحركة نحن منتظرين حركة شعبية، الحركة تحرير السودان، المفاوضات المتواضعة بدأت، لأن هي حسب الخطاب بتاع الموجود في حاجتين هي بتقولها، من برجوبة ما خيار، لأنه أصلا هي ما طرح عملية المفاوضة. وبالتالي الطرح الجديد بتاعتها أنا أعتقد من حقها تقدم طرح جديد، وإذا هذا الطرح نال رضا الشعب السوداني وقيادة الشعب السوداني يحدث تغيير الذي يريد أن يحدثه، لأن المسألة هي مسألة بتاعت يعني مسألة بتاعت خيارات وبدائل أفضل. أنا مفتكر أنه الحكومة الآن ذهنها مفتوح، والاتفاقية، وده أهم نقطة، الاتفاقية التي تم توقيعها في جوبا هي هتكون من ضمن عدد من الاتفاقيات والوثيقة النهائية نتيجة لمعالجة المسألة بتاع المسارات دي. ما هو حتى المفاوضات اللي هتتم مع الحركة تحرير السودان وحركة شعبية لتحرير السودان بقيادة القائد عبد العزيز الحلو، في الواقع هسه باي ديفينيشن بيجوا هم مسارات، باي ديفينيشن. ليه؟ لأنه أصلا خلاص هم بيجوا في مسارات انتهت هناك، وفي ناس لسه انت هتفاوضه، دير انت كان انت داير ولا ما داير، خلاص انت بقيت جزء يعني، او بقيت يعني حتى لو ما داير يسموا رقبتهم مسار، هم بيجوا برضو مسار. شفت كيف؟ لكن الاتفاقية من ناحية فنية، الاتفاقية هتسمى اتفاقية الاتفاقيات، ودي حاجة مهمة الناس يعرفوا، agreement of agreement، بمعنى هيكون عندهم اتفاقية إذا أقنعوا الشعب السوداني بأنه في وضع جديد والشعب السوداني اقتنع وشينا لنظام جديد زي ما هم طارحينه، أنا ما شايف في مشكلة. كل اللي نحن عايزينه نحن كشعب سوداني يجي سلام شامل مستدام، شامل بمعنى يخاطب جذور المشكلة،
للأبد، ويكون دي آخر فترة انتقالية، ما نتكلم تاني عن فترات الانتقال، بمعنى ما نتكلم تاني عن انتقال لعملية الحرب. وإذا هم قدموا طرح متقدم أكثر مما تم، أنا ما بعرف لماذا ترفض الحكومة، لأنه المعيار الأساسي هو عملية استدامة عملية السلام. وأنا أعتقد على أنه هم عندهم فرصة في أنه يقدموا طرح جديد أكثر من الذي قدم الآن، ويقنع الشعب السوداني، ويكونوا هم عندهم يعني أجر أنه هم قادوا هذه التغيير. غالبا ما يحدث ذلك نحن الحكومة هتمشي في التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، توقع معها اتفاقية كما وقع الاتفاقية السابقة. ولكن في نفس الوقت أنا أعتقد على أنه الوقت جاء في أنه الحكومة زي ما هو ذكر، الحكومة تبتدي تخش في حوارات رسمية عشان نحن نبدأ في الدخول في مناقشة الطرح الذي تقدمه حركة تحرير السودان بقيادة القائد عبد الواحد. نعم أستاذ محمد آدم محمد جمعة، يعني برأيك يعني وأنت متابع لما جرى من اتفاق، ألا ترى أن الاتفاق حقق مكاسب على مستوى الحكم الإقليمي لدارفور، وذلك بتنزيل السلطات للجماهير؟ طيب في مسألة السلطات للجماهير، هو شعب دارفور لم يستفتى أصلا في الاتفاقية، ولم يفوض بالتفويض الحقيقي لأشخاص التحدث باسمه، دي حاجة. الحاجة الثانية، مسألة الاتفاقية الموجودة، في مسألة السلطات الموجودة على مستوى إقليم دارفور، منحت للناس للأشخاص تم التفاوض معهم فقط، لأنه تم تحديد النسب على حسب الحركات الموقعة على المسألة بتاعت الجبهة الثورية في مسار دارفور. طيب المسألة، المشكلة الحقيقية في دارفور أو في جنوب كردفان أو في أي إقليم ثاني، مش مسألة الدوم كم من نسبة السلطة، في مسألة هل القضية الحقيقية تمت معالجتها؟ تمت معالجة. للآن القتل موجود على مستوى دارفور، للآن الاغتصابات موجودة على مستوى دارفور. حاليا براكتيكال الدكتور يعلم بأنه قبل أقل من 4 أو 5 أيام في انتهاكات موجودة على مستوى، وأثناء التفاوض، أثناء التفاوض تم الاعتداء من قبل الميليشيات اللي هي بنص الاتفاقية دي بقت جزء من مكونات الجيش السوداني، أو هي جيش منفصل أصلا حاليا موجودة. كيف تكون إنه في سلطات رجعت للجماهير في نفس اللحظة؟ الجماهير يقتلوا، الجماهير يسلب حقهم، الجماهير ينتهك كرامته. ما في سلطة رجعت للجماهير، لأن الجماهير أصلا لم تفوض، لأن هي دي حقوق، والحقوق ترجع، ما مربوطة بالتفاوض. نعم دكتور، يعني الحكومة اجتمعت عبد العزيز الحلو في أديس أبابا، وكان هناك التفاوض على علمانية الدولة أو تحديد النقاط، يعني أول انفصال يعني كما ترى الحركة جناح عبد العزيز الحلو، ألا ترى بأن هذا الأمر يعني عقد المشهد الآن وزاد الضبابية في رؤية الحكومة للسلام والتعامل مع حركات المسلحة؟ أنا تاني أكرر أنه في سبيل تحقيق السلام ليس هنالك سقف وليس هنالك خط أحمر. دكتور عبد الله حمدوق مسؤول من الشعب، فوضوا على أنه يعمل حاجتين، يجيب سلام ويدير الفترة الانتقالية إلى أن يسلمها لحكومة منتخبة، وهذا الشرطين في إطار وحدة السودان، في إطار وحدة السودان. وبالتالي أي شرط نحن نستطيع نزيله عشان نوحد البلد وعشان نجيب سلام، ما فيش أي محاذير، حتى وإن كان على حساب علمانية الدولة، حتى ولو كان على علمانية الدولة. لأنه نحن بعدم علمانية الدولة نحن فقدنا جنوب السودان، ما فيش محاذير غير وحدة السودان. الخط الوحيد اللي عندنا نحن كمانديت بتاع الشعب إنه نجيب سلام ونحتفظ بالسودان موحد ونسلم لحكومة انتقالية، حكومة منتخبة. الحكومة المنتخبة اللي بتاخد تفويض هتاخد تفويض ببرنامج انتخابي. الذين الآن يتكلمون عن تعقيد الشارع اللي يتبنوا برنامج انتخابي عكس ما ذهبنا إليه عشان يأخذوا تفويض الشعب في الانتخابات القادمة، وبهذا التفويض يعيد ترسيم المشهد السياسي. لكن الآن يعني الحكومة الانتقالية عندها مانديت محدد مدياها الشارع، جيب السلام والحرية
والعدالة ودينا الانتخابات عشان نختار حكومتنا الجديدة. كلام ده يحصل في جو بتاع السلام وفي جو بتاع وحدة البلد. ما ذهبنا إليه لا يحدد وحدة السودان ولا يؤدي إلى ويؤدي إلى سلام. فإذا نحن دارين نجيب سلام وفي ناس بيخطوا لنا معاذير، هل هم ده دعوة لحرب جديد؟ نحن فقدنا الجنوب ليه؟ احنا فقدنا الجنوب لانه كان في خطوط حمراء، وبالتالي نحن غير مستعدين، الشعب السوداني غير مستعد انه اسى الجنوب اللي نحن ماشيين فاوضنا فيها وهم اللي ما درس السودان ده جزء من السودان اللي كان اللي حسن احنا مشينا وقدموا لنا درس في مساله الاحتضان والتفاوض وكده، يعني ده جزء من السودان. لما تمشي حس الجنوب السودان انت بتسال نفسك ليه في نهايه الامر البلد السمح ده مشى ليه؟ مشى لانه كان في خطوط حمراء. انا اتاكد حاجه واحده، الكلام حول تعقيد المشهد ده مساله بتاعت نزاعات ذو طبيعه سياسيه حزبيه ضيقه. حكومه الوحده الوطنيه، حكومه الفتره الانتقاليه بقياده حمدوك ومجلس السياده عندهم تركيز على حاجه واحده، انه يجيبوا سلام وباي ثمن، انا اكرر باي ثمن، في ظل سودان موحد. وبالتالي اذا نحن جبنا سلام حقيقي واحتفظنا بالسودان موحد وسلمنا للحكومة المنتخبة، أين يكون الخطأ؟ هذا هو السؤال. نعم، وصلت الرسالة دكتور، ولكن في دقيقة أستاذ، يعني انتهى الزمن المخصص لهذه الحلقة أستاذ محمد آدم، هل سيأتي عبد الواحد محمد نور إلى الخرطوم؟ وما هي يعني هل هناك شروط محددة لمجيء أو عودته للخرطوم؟ في دقيقة لو سمحت. طيب مسألة عودة عبد الواحد، أستاذ عبد الواحد، مربوطة بمسألة تاعت قبول مبادرة السلام بالداخل أو مؤتمر السلام. دي مبادرة مقدمة حركة تحرير السودان للشعب السوداني، والحكومة عندها مطلوبات لتحقيق المؤتمر السلام أو للمسودة تاعت مؤتمر السلام. مطلوباتنا بأنه أولا يتم قبول المبادرة من قبل حكومة العبد الواقع اللي هي الحكومة الانتقالية، بالرغم من تحفظاتنا عليه، مع احترامنا الكامل لدكتور حمدوك. طيب الشيء الثاني، يتم اطلاق جميع الاسرى على مستوى السودان. الشيء الثالث، يتم ايقاف القتل على مستوى السودان في الشرق في الغرب في الجنوب في الوسط، ويتم الكشف عن المجهولين المفقودين دي، يتم الكشف عن اماكنهم وتقديم الجنى لمحاكمات عادله. نعم، شكرا جزيلا محمد آدم محمد جمعة أوباما القيادي بحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا جزيلا للدكتور جمعة كندا مستشار رئيس الوزراء لشؤون السلام. شكرا جزيلا. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم في أجندة الساعة، تناولنا يعني بالنقاش الجدل الدائر من خلال يعني هذه أو من خلال هاتين الرؤيتين لضيفي داخل الاستوديو. الأسبوع القادم إن شاء الله أجندة جديدة وقضايا جديدة حتى جديدة. الملتقى عطر التحية لكم مني، إلى اللقاء. شكرا جزيلا أستاذ. شكرا دكتور. شكرا جزيلا. شكرا.